فضيلة الشيخ، أنا شاب تزوجت منذ 8 سنوات تقريبا، ولي منها 4 أولاد، واجتمع في عرسي جميع أقربائي. لكن بعد 6 سنوات أشيعت شائعة، وهي أن زوجة خالي ظنت أنها أرضعتنا، مع العلم بأنه حصل عداوة بيننا وبين خالنا، ومع العلم أنها لم تعين عدد الرضعات. فلما أخبر أبو الزوجة وأمها تسارع إلى بيت زوجة خالي ليسأل عن الحقيقة. فلما ذهب إليها قالت: ما قلت هذه الكلمة، بل هي كذب علي وهي شائعة. فضيلة الشيخ، ما الحكم في هذه المسألة؟ وهل يقبل قولها إذا قالت هذه الكلمة أم لا؟ وهل لنا أن نعاملها معاملة غير مناسبة؟ وهل مثل هذه المرأة وهل لمثل هذه المرأة جزاء في الشريعة الإسلامية حتى لا تتكلم امرأة قولا من غير تيقن هذا إذا ثبت عليها؟ جزاكم الله خيرا. الأصل صحة النكاح حتى يثبت عند القاضي أن هذه المرأة أرضعت زوجتك، أرضعتك أنت وأرضعت زوجتك، كل منكما 5 رضعات في الحولين. فإذا ثبت هذا عند القاضي أنها أرضعت كل منكما 5 رضعات في الحولين، فإنها تكون أختا لك من الرضاعة، لا يجوز لك أن تمسكها، وما مضى يكون معفوا عنه لأنه بشبهة. أما ما لم يثبت هذا وإنما هو مجرد شائعة، ولا سيما إذا كان هناك شيء من العداوة أو من الوشاية، الأصل بقاء النكاح والحمد لله.